طبعا زي ما حضراتكم عارفين، قبل ما نتقابل مع ضيوفنا وقبل ما نبتدي نفتح موضوعنا وموضوع حلقتنا النهارده، تعالوا نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون. يحتل المركز الثاني كتاب الدكتور محمد طه الخروج عن النص من جديد، ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت في المركز الثالث رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي التي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قتل في حي الزمالك. يأتي في المركز الرابع كتاب قارئ الجثث، وهو مذكرات طبيب تشريح بريطاني من ترجمة الكاتب مصطفى عبيد. يتضمن الكتاب فصولاً كاشفة حول بعض الجرائم التاريخية في مصر. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.